لو الحكاية فيها إن فيتو طبعا السنة اللي فاتت إن شاء الله اسمه مؤخر كان مكسر الدنيا طبعا الدنيا ومتعب النهاردة موجودين في الـ ARC ألف مبروك الجايزة دول إيه بقى جيجاني أنا لسه ما اشتغلتش أصلا نجاح العمل نفسه شيء بيخليك تخليك ان هو لا عايز يقدم على طول حديث ان هو يقدم حاجه في الفتره الجايه. طبعا انا بحكي على طول عمل ازاي وما بحبش يعني استغنيه لو كويس عشان الناس بتقولي ليه كده ما كان عامله قصه كويس هنا مثلا فالواحد يحاول يغير ويبقى عنده افضل. اخبار السينما معاك في فيلم روعه ان شاء الله مع رامي جلال ده قدام طبعا خلاص في تصوير وكده وحاجات جديده يعني لسه هو دايما